لما تقول انا يا جماعة اخطأت والله في هذا الامر، وده مش هيقلل منك ابدا ولا هيحطك في موقف ضعيف، بالعكس الشخص او الطرف التاني بيكون منتظر انك تجادله علشان يبدأ يهينك اكتر بالكلام، علشان يدخل معاك في جدال اكبر، وعلشان يوضح للناس قد ايه انت شخص مش سوي، قد ايه انت شخص خاطئ جدا. لو فضلت متمسك بيه انك على صح وانت اصلا على خطأ، معناها انك بتقول للشخص التاني اضغط عليا اكتر، ائذيني نفسيا اكتر، ائذيني بالكلام اكتر. لكن بمجرد ما تقول انا اخطأت، مستحيل اي شخص يقاوم هذه الكلمة، ممكن يتكلم كلمتين ثلاثة او جملة اتنين ثلاثة، ولكن هيتوقف بمجرد ما تعتذر لذلك. مفيش وقت ابدا انك تضيعه في انك تدخل جدال نتيجة لخطأ انت عملته. انا اسف يا عم، والله يا جماعة انا اللي اخطأت، انا اللي وقعت في المشكلة دي، انا اللي وقعت الكوباية دي على الارض وانا اللي كسرتها. مفيش داعي ابدا للانكار علشان ما تتعبش نفسك، وده بيخلي الطرف التاني يثق فيك اكتر، وبتكسب محبة الناس بسهولة ويسر. بمجرد ما تعترف وتقول انا اخطأت بتكسب احترام الجميع. لو عاوز تكسب احترام الجميع، استخدم النقطة رقم 2 دي فعليا في حياتك، هتلاقي نتائج مبهرة جدا. واوعى تخاف من قول الحق، واوعى تخاف انك تقول انا اخطأت. اللي عاوز يزعل منك باي باي، مع السلامة يا حبيبي. انا قلت لك ان انا اخطأت واعتذرت ليك، انت عاوز تاخد باعتذاري دي حريتك الشخصية، مش عاوز تاخد باعتذاري براحتك يا بابا، دي حياتك وانت حر فيها. يبقى انا بعتذر علشان اكسب احترام نفسي واكسب محبة الاخرين. والنقطة التالتة هي تعامل بكياسة او تعامل بلباقة. مش معنى انك تكون فاهم ان الطرف التاني بيكذب عليك، او الشخص ده ما بيقولش كلام مظبوط وكلام صحيح، او الكلام ده نرفزك، او انت مش موافقه في رأي ما، مش معنى كده انك تقف في وش على طول وتقول انا مش موافقه، كل كلامك غلط. لا، تعامل بكياسة ولباقة علشان تكسب محبة الطرف الاخر. خلي عندك يعني قوة كده في تمالك اعصابك، وتكون شخص فعليا متزن انك توافق خصمك الرأي. مش شرط تتخانق مع زوجتك او تتخانق مع زوجك او تتخانق مع عميلك او تقول له انت غلط او تقول له حياتك كلها غلط، مش شرط تعمل كده، ما انت اصلا فاهمه، فاهم ان هو كاذب. فمش ضروري جدا انك تدخل معاه في جدال وتفضل ان انت تقف ضده في الرأي بتاعه. لا، ممكن تيجي في الرأي بتاعه وتوضحها انت بطريقة اخرى، تقول له صح كلامك، ولكن انا عندي وجهة نظر مختلفة، رغم انك عارف انه شخص كاذب، رغم انك عارف ان كل اللي بيقوله ده ملوش اي اساس من الصحة، ولكن تتعامل بذكاء علشان ما تخسرش الطرف التاني. ممكن يكون شخص عزيز عليك ما يحبش ابدا انك ما توافقوش الرأي. اي شخص فينا بيحب ان الطرف الاخر يوافقه في الرأي بتاعه حتى لو كان الرأي ده غلط. فانا مش هوافقه بشكل يعني مباح، ولكن هقول الشيء اللي هو عاوزه، وفي نفس الوقت هوضح برضو وجهة نظري، فما اقفش ضده وفي نفس الوقت اكون معاه. دي طريقة ذكية جدا تقدر تتعامل بيها مع الاشخاص المقربين ليك او حتى في العمل بتاعك، هتخليك فعلا تكسب محبة الاخرين. مش شرط ترفض رفض مباشر، مش شرط تقف ضده، مش شرط تقوله رأيك غلط، مش شرط تقوله ان كل الحاجات اللي انت بتعملها خاطئة. خلي عندك كياسة ولباقة، وتقدر تتحكم في مشاعرك واحاسيسك علشان تقدر تكسب الناس وتكسب الاصدقاء ليك بمنتهى السهولة. وخد بالك النقطة دي خطيرة جدا، ولو استخدمتها تجيب معاك نتائج رائعة جدا جدا. وعلى فكرة كل النقاط المذكورة واللي لسه هذكرها انا بستخدمها في حياتي، والحمد لله جابت نتائج رائعة جدا جدا، تقدر انت كمان من دلوقتي تجربها. والنقطة الرابعة هي تجنب الشجار. مش شرط تدخل خناقة مع حد علشان تكون انت البطل وانت القوي، لا، هتخسر الناس بكل سهولة. لو الحاجة ما تستدعيش انك تدخل في شجار فيها، او انك تتخانق مع الشخص ده، او انك تتعصب عليه او تهينه او تقول له اي كلام سلبي، ما تدخلش اصلا في الشجار ده، لان الشخص اللي قدامك كده كده لازم تخسره. لو اتخانقت معاه وتشجرت معاه لازم تخسره في الاخر. فبالتالي خلي عندك روح تسامح، وتقدر تتعامل بذكاء مع هذا الشخص، ما تدخلش في شجار معاه، ولكن حاول تحل الامور ودية، وحاول دايما يكون عندك زي ما قلت لك كياسة ولباقة في النقطة السابقة. النقطة دي بقى بتعلمك ازاي فعلا تتجنب الشجار اصلا. والشخص الذكي، الشخص الحكيم، هو اللي ما بيدخلش في شجار مع اي حد، دايما بيتعامل مع الامور بعقله. فاوعى تسمح لحد ياخدك في منطقة خاصة بيه علشان يتشاجر معاك. ممكن يكون الشخص ده عنده نية اصلا سلبية جواه علشان يوقعك في الجانب ده، ويبدأ يهينك، ويبدأ يمارس عليك سلطته.